ضمن برنامجها السنوي، وزعت مؤسسة اليتيم الخيرية الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي لمستحقيها من الأيتام ضمن حملة حبل أخيك، حيث انطلقت الحملة في جميع فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في العراق. هناك كادر متخصص يقوم بكشف هذه العوائل مدى احتياجها للسلع والأجهزة التي ممكن أن نرفدها من خلال هذه الحملة. هناك ما يقارب 2000 مستفيد في عموم محافظات العراق بالفروع والمكاتب، وحوالي 350 مستفيد في النجف الأشرف استطعنا أن نصل إليهم ميدانيا بإيصال هذه الأجهزة التي شخصناها كونها حاجة لهم. كما عمدت المؤسسة إلى توفير الأجهزة الكهربائية الباهظة الثمن التي يصعب على عوائل الأيتام من شرائها، كالسبالت والثلاجات والمجمدات والغسالات والطباخات وبرادات الماء وأجهزة كهربائية أخرى وزعت حسب احتياج كل عائلة، وإيصال الأجهزة إلى منازل الأيتام مجانا. لا عندي ثلاجة، لا عندي طباخ، لا عندي مبردة، فتخيل شينكو بالصيف يعني وعندك أطفال، يعني هاي مرجوحة هسه هاي الطفل احنا حاطيها تلعبيها، هاي من يصير ساعة بالداعش ب 12 الظهور هذا بعد ما ينسكن ما حد يقدر يسكنه، فأنا ردت مبردة على مود شوية على مود شوية هو بارد، وقلت الثلاجة ثلاجة أشوفون أنا ثلاجة ما عندي، ما موجودة عندي ثلاجة، المية الباردة هسه اعتازة يعني أنا هذا ترمز عندي أجيبن ثلج وأحطن، وأذن الجهال يردن الفاكهة يردن كل شيء. قدمت للمؤسسة مات اليتيم ما قصروا وياي، جابوا لي ثلاجة وجابوا لي الطباخ وجابوا لي المبردة، رحم الله والديهم ماتي نطوني، وقاعد يساعدونا ملابس قاعد نستلم من عندهم، راتب قاعد يطونا رحم الله والديهم هماتين، نومتنا ننام برا على الخشبات يم العقارب والباق والقارس ياكل بينا، والحر والله نهف اقعد بالليل هف بشيلتي ذولا الاصغار، كل شيء ما عندنا شنو نحط على الفراش، والله بشيلتي مرات هذا تمرض بشيلتي قاعده للصبح، هو المريض لازم يريد تبريد أهفي لا يعني، هاي الثلاجة هاي على حطتها لا تجمد ولا تسوي هيك مخلينها عينة، أجيب اللحم أجيب الدجاج أطبخها بحينها ما أخليها، اللي يظل الكبة وين حطها ما له مكان، حارة تخيس هاي شوفت عينك، هذه الخيار خايس والطماطة حتى بنت ما تسوق وأنا ودي أسوق، جابوا لي مؤسسة اليتيم جابوا لي ثلاجة وجابوا لي سبلت، هاي ثلاجة وسبلت وقسالة طوني. وتستمر حملة حبل أخيك على مدار العام لتوزيع الأجهزة والأثاث المنزلي الخاصة بفصلي الصيف والشتاء لتوفير الأجواء والبيئة المناسبة لليتيم.